السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله جل وعلا في سعادة الدنيا والآخرة، في تقوى الله جل وعلا استقامة القلب والبدن والجوارح واللسان. تقوى الله جل وعلا هي وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قيل له كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله جل وعلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم. وهذه آية مدنية، ومعنى مدنية إنها نزلت بعد الهجرة، فبعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله 13 سنة، وهاجر إلى المدينة وجاهد في سبيل لا إله إلا الله، وأخرج من مكة وقام الجهاد وابتلي في سبيل هذه الكلمة، بعد ذلك كله يكرر الله جل وعلا عليه مؤكدا، فيقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو يعلم، ومع ذلك يقول الله جل وعلا له: فاعلم. فدل على أن المسلم لا غنى له عن أن يعلم أن لا إله إلا الله، وأن يستحضر ذلك، وأن يكرر ذلك، وأن يجعل لا إله إلا الله نصب عينيه، يعيش عليها ويموت عليها، ويلقى الله عز وجل على هذه الكلمة، كلمة التوحيد التي شهد الله جل وعلا بها لنفسه، وشهد بها الملائكة الكرام، وشهد بها أولو العلم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم أنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق أو حق أو مستحق للعبادة أو يستحق العبادة إلا الله. هذا المعنى الذي يجب على المسلم أن يؤمن به ويعقد عليه بقلبه ولا ينساه أبدا، فيعيش ويموت عليه. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
وممات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا لله عز وجل لا يقول سمعة ولا رياء، قالها على علم يعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله. فكم من إنسان يقول لا إله إلا الله وينقضها بعبادة غير الله جل وعلا، إما سمعة أو رياء أو عبادة للأولياء أو عبادة للمقبورين أو استغاثة بالجن أو الإنس أو تقديم القربان لغير الله جل وعلا. والله جل وعلا أمر أن يعبد وحده لا شريك له، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لله وحده حق لله عز وجل، والآلهة سوى الله كثيرة لكنها باطلة، أما الإله الحق فهو واحد، قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالآلهة الباطلة كثيرة وكثيرة جدا، فكل ما عبد من دون الله فهو إله، سماه الله إلها، قال جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهي آلهة ولا شك لأنها معبودة، ولكن الإله الحق المستحق للعبادة هو إله واحد لا إله إلا هو. لا إله إلا الله تعصم الدم والماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. لا إله إلا الله يدخل بها الإنسان الإسلام ويدخل بها الجنة. لا إله إلا الله فضائلها كثيرة، شرع المسلم أن يكررها صباحا ومساء، فهي تقال عندما يتعارى الإنسان من النوم، إذا انقلب من فراشه شرع له أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. إذا توضأ شرع له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قام للصلاة شرع له أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك. إذا جلس للتشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذا انصرف من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله، وفي الإقامة يشهد أن لا إله إلا الله، ويشرع المسلم عند الكرب وعند الهم والغم أن يكثر من لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر لا إله إلا الله في عرفات وعلى الصفا وعلى المروة، وإذا قام في الصباح والمساء، وشرع المسلم أن يكررها عشرات المرات بل مئات المرات. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، كانت كعد عشر رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال ذلك أو أكثر من ذلك. هكذا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم من تكرار هذه الكلمة، بل قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله ما ومات دخل الجنة. فعلى المسلم أن يستمسك بهذه الكلمة، وهي المراد بقوله جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
العروة موضع الإمساك من الإناء، والعروة الوثقى من تمسك بها دخل الجنة، هي لا إله إلا الله، ومعناها أن يكفر بالطاغوت، أي أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، فيقول لا إله، أي لا إله يستحق العبادة إلا الله، فيثبت العبادة الحق لله عز وجل وحده لا شريك له، عالماً هذا المعنى، صادقاً من قلبه، مخلصاً لله عز وجل، لا سمعةً ولا رياءً ولا نفاقاً، محباً لهذه الكلمة، موالي لها ولأهلها، متبرئ من أعدائها، يكون منقاداً لها، قال الله عز وجل عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا للشاعر المجنون. قال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فتذكروا أن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل بلا إله إلا الله وجاهد في سبيل لا إله إلا الله وعاش عليها ومات عليها صلوات ربي وسلامه عليه، مع ذلك يقول الله جل وعلا في آية مدنية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فما أحوجنا إلى أن نعلم أن لا إله إلا الله، نعيش ونموت على هذه الكلمة، راجين من الله جل وعلا أن يدخلنا بها الجنة. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فلا تستغرب أخي المسلم أن كثيراً من المسلمين لا يعلم معنى لا إله إلا الله، حتى لو فوجئ بمثل هذا السؤال: أنت تشهد أن لا إله إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله؟ ربما عجز كثير من الناس بلسان حاله ومقاله أن يعلم معنى هذه الكلمة. لا يا عبد الله يا مسلم، أعظم ما تعتني به هو توحيد الله جل وعلا الذي من أجله خلقك. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، وأمرك الله جل وعلا بذلك، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. فلا إله إلا الله من أجلها خلقت، ولا إله إلا الله بها أمرت، ولا إله إلا الله تعيش عليها وتموت عليها، وبلا إله إلا الله تدخل جنة وتنجو من النار. فلماذا يعبد غير الله عز وجل؟ الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الله الذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الله جل وعلا الذي يحيي ويميت، الله جل وعلا رب العالمين ورب كل شيء، فكيف يعبد غيره؟ إن ذلك لأعظم السفه على الإطلاق. فلذلك قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي إن هذا هو غاية الجهل أن يعبد غير الله عز وجل. قال جل وعلا: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فسموا جاهلية لأنهم يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون أصناماً وأولياء وشمساً وقمر وحيوان وإنسان وبشر وجان، فيذبحون لغير الله وينحرون لغير الله ويحلفون بغير الله ويخافون غير الله ويرجون غير الله. والواجب أن يكون الدين كله لله عز وجل وحده لا شريك له. على هذا يا عبد الله تحيا، وعلى هذا تموت، وبأجل هذا تسعى لأن تحقق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فاجعل كل أعمالك لله تبارك وتعالى، بهذا أمرت. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، يعني ما لم يكن خالصا فليس لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو الذي أشرك، إما أن يكون خالصا لله عز وجل أو أن الله جل وعلا لا يقبله أبدا، لا يقبل إلا ما كان خالصا ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى.
فإذا أطعمت فأطعم لوجه الله، وإذا تصدقت فتصدق لوجه الله، وإذا ركعت أو سجدت فذلك لله وحده، وإن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا مخلصين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لوالدينا أجمعين واجمعنا وإياهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.